عندما كانت وزارة التربية الوطنية تجبرنا على شراء العندليب واليانصيب وجلب الحطب من بيوتنا لتدفئة الفصل، عندما كان يزور المدرسة ممرض ويطبعنا بحقنة أو يضع مرهما غريبا في أعيننا الضيقة، عندما كنا نحلم بأن نصبح أطباء ومهندسين وطيارين، عندما كنا نتمنى أن تتهدم المدرسة أو يموت المعلم كي نصبح في عطلة، عندما كان التلفزيون يبدأ بالقرآن وينتهي بالشرش، عندما كانت القناة الصغيرة صباح الأحد وركن المفتي مساء الجمعة، عندما كان المسلسل المصري على شاشاتنا بلا دم وبلا عسكر، عندما كان البردعي يسكن في فيينا والأسواني في عمارة يعقوبيا، عندما كان السيسي اسما لشخصية ثانوية في أحد أفلام عادل إمام، عندما كانت مصر أم الدنيا لا أم الأيتام، عندما كنا نعرف باب الحارة ولا نعرف باب عمرو، عندما كان فضل شاكر يصطاد قلوب العذارى بدل حمات الديار، عندما كان عرفات يحمل بندقية وغصن زيتون ودرويش يكتب القصائد والخطب، عندما كانت قريحة الشعراء تتفجر في بغداد عوض السيارات المفخخة، عندما كان بن لادن موفدا خاصا للجزيرة في طورا بورا، عندما كانت تونس تعيش النهضة بدون الغنوشي، عندما كان المغرب يسمى مراكش، عندما كانت الحفلات تقام في بيوت الجيران والعرس في خيمة برأس الدرب، عندما كان مقهى بهيمة وسط الرباط محاطا بالأسوار، عندما كان المثلث الأحمر محجا للكتاب والفنانين والمخبرين، عندما كان البرون كونتوار يسمى السفراء وماكدونالد يدعى المركز السوفيتي، عندما لم يكن العاقلون جزءا من ساحة البرلمان، عندما كان في لدايا معهد مسرح ونادي يخوت ومتحف ومقر الاتحاد الكتاب، عندما كان زفزاف يكتب عمودا في المنبر الليبرالي وشكري يتحدث في إذاعة طنجة، عندما كنا ننشر الخواطر في المجلة الحائطية، عندما كنا نتبادل قصص عطية الأبراشي ونسرق من حقائب شقيقاتنا روايات عديدة، عندما كنا نكتري زومبلا وكيوي ورهان عند غائز الرياض، عندما كان في سبيل التاج أشهر من هاري بوتر، عندما كانت قصيدة تافهة تكفي للإيقاع بمن نحن، عندما كان الناس مقسمون إلى معسكرين كوكا وفانتا، عندما كانت رونو دوس وسينكا سيارتين محترمتين، عندما كان الليل طويلا والنهار قصيرا لأسباب سكرية، عندما كانت السعادة علبة من ريس مع ريس جميل.